بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. راح نبدأ وياكم سلسلة من الفيديوهات الإرشادية والتعليمية حول استخدام رافعات الفولتية، لأنه جهاز رافع الفولتية جهاز غالي ومهم صار بحياتنا. فحتى نتجنب الوقوع بمشاكل بسوء الاستخدام، راح نعطيكم سلسلة نصائح حول هذا الموضوع. هنا جينا للصيانة شركة سوريا الحضارة، شركة معروفة طبعا انتاجها كل الزين عن تجربة. فراح نسأل الأخ أبو سامر، هو موظف الصيانة. السؤال الأول، أنا هسه أريد أشتري رافع فولتية، شلون أقدر أحدد الحمل مالتي وشلون أختار الرافع المناسب؟ لأنه هذا الجهاز بصراحة غالي، فإذا اختاريت الجهاز الغير مناسب راح توقع بإشكاليات، سواء أخذت هذا الجهاز سوري الحضارة أو غيره، فراح توقع بمشكلة ويا الشركة. فيجب أن نحدد الحمل مالتنا حتى نشتري الجهاز على ضوء الحمل. تعرفون هو بيه مقياس هسه مثل هذا 10,000 فولت أمبير، زين. أيضا الفولتية، انخفاض الفولتية كذا عندك راح يحدد الجهاز. فراح نلتقي ويا الأخ أبو سامر يشرح لنا على هذا الموضوع بالتفصيل حتى ينوركم على طريقة الاستخدام مالته. تفضل يا أبو سامر. أهلا أستاذ خالد، وأهلا بالزبائن الكرام. احنا الزبون اذا اجانا اول نساله من اللي رغبه بشراء الرافع، نساله السؤال الاول انه ايش قد الاحمال اللي تتوقعها موجوده عندك بالبيت. فمثلا يقول انا اريد اشغل هذا الجهاز عليه تباريد 2، فنجي نحسب التيار مال السبالت ايش قد، 13 امبير، عده جهازين، فراح السنه 26. هاي اللحظه نقول له احنا بالنسبه لنا السحب مالتك 26 امبير حالة الاستقرارية، بس بنهوض السبالت راح تسحب أكثر، فنتوقع يوصل 32 أكثر يجوز. وإضافة لذلك نسأل سؤال مهم، وهو أنه إيش قد تتوقع فولتية الدخول الشبكة الوطنية تجيك كهرباء فولتيتها؟ فعلى ضوها نقدر نحدد أنه هي خدمة أبو الخمسة كي في أو أبو العشرة كي في أو الاثناعش كي في. وهذا جدول هو ستاندر عالمي. نجي مثلا هذا الجهاز المعروض عندنا اللي هو 10 كي في، من تكون الكهرباء عندنا 200 الدخل من الدخل الوطنية، نقدر نسحب من هذا الجهاز 45 امبير. بس من تكون الكهرباء 130 فولت راح تنزل 29 امبير نقدر نسحب من هذا الجهاز. ليش؟ لانه كل ما تنزل الفولتية يزداد حمل الجهاز، يعني يسحب تيار على مود يشغل نفسه. فمن النصائح الأخرى اللي نعطيها للمواطن أنه أنت إذا عندك سبالت 2 لا تنهضهن بوقت واحد، نهض أول واحد وخلي فترة زمنية بين الثانية على مود تحافظ على الجهاز وعلى الرليات مالته، نعم البلاتينات مالته، على مود تحافظ عليهن النهوض الأول والنهوض في فرق زمني بسيط بينه وبين الثاني. وهذا الجهاز نحاس 100% وبمروحة إذا صعدت حرارة الكويل إلى 75 درجة مئوية تبدأ تعمل، نعم نعم. وبمبدل إذا بالواجهة، بمبدل إذا تختار الشبكة أو المنظم مع قاطع حماية. إضافة يعني قصدك إذا جت يعني الوطنية زينة ماكو داعي الشغل منظم، نعم. مباشر ويا الشبكة تحول على الشبكة مباشرة، راح يلغي بالحالة المنظم والشاشة ما تشتغل عندك وتبقى القاطع مرفوع، يعني مجرد حلقة وصل راح يصير، نعم الجهاز نعم ما يشتغل عندك. نعم أستاذ خالد، نعم. عندنا الكارت مالته هو محددين لك التيار الاستطاعة مالته عن طريق المعالج، فهذا مثلا 46 أمبير استطاعتك تسحب من عنده تيار، نعم. أكثر ما راح يعطيك الجهاز وراح يصير عندك رفع بالتيار الحمل إلى أن تسقط عندك الجوزة، لأن أنت محمله أكثر من طاقته. هاي حماية إلي عن طريق القاطع وعن طريق المعالج، يعني بالحالة الملف مأمن 100%. ولذلك تبقى نسبة عطلات الملف. يعني إذا قلنا 1% أو أقل من 0.9 بيا حالات يحترق الملف،
اذا جت كهرباء عاليه من برا وما انتبه لها المواطن، نعم ندخل بهذا الاشكال. هاي حالات كلش نادره، كلش نادره، كلش نادره. ما عندك يمكن ملف محروق هنا حتى نشوفه؟ لا والله ماكو جويده. زين، هذا فيما يخص اختيارك للاحمال. الاحمال زين، شروط الامان يعني انا هسه الجهاز هذا اخذته من عندكم واريد نصبه، أي. يعني وين راح يكون؟ ايش تنصح المواطن حتى يامن على الجهاز حتى ما يتلف؟ وين انصبه؟ برا اخلي جوا مظله؟ نعم. يعني تسليك مال الوايرات اخلي لي اياه حتى لا يتلف الجهاز ويحترق؟ نعم، النصيحه الاولى انه من تنصبه هو امن ان يصب داخل البيت او خارج البيت. قصدك مغلف هسه؟ هذا التغليف كامل، تغليف كامل. نعم، سواء او امن تنصبه بداخل البيت او في خارج البيت. الاصح وين ينصب؟ ما تفرغ استاذنا، ما تفرغ يعني، متفرغ. عادي اي يعني جهاز امين. زين، النصيحة الثانية انه يكون لا يكون معرض اربع يعني النهار كله بالشمس. اذا يعني اذا جت الشمس مثلا الصبح ما يخالف، بس اذا مثلا العصر ما يخالف، بس مو 12 ساعة النهار كله. يعني قصدك لازم اكو ظل عليه مظلة؟ نعم، اذا حتى مظلة الحمامة وكان في بعيد عن القطعة الخارجية مالت سبلة الذبعة اللي حرارة. نعم، ويكون بعيد عن بكان رطب. بخصوص الكيبلات مال التوصيل ايش تنصح الاقطار؟ استاذي بس خلي اكمل لك. نعم، الفكره مالت نعم البكان الرطب. البكان الرطب راح يسبب لنا المحيط راح يصير كله رطب، فراح تتاكسد هاي تلامسات قلبي. تلامسات فتقلل من عمرها. نعم، بالنسبه للكيبلات التوصيل يعني الكيبلات التوصيل هو شلون اختاره حسب القدره مالته يعني؟ ايه، الحجم السلك مالته هو تقدر تتباوع حتى تباوع من ال تقدر تعرف من ال المخارج مالته. نعم، هسه هذا ابو العشرة شادي له كيبل مثلا ابو العشرة. نعم، او ابو الستة. نعم نعم، على ضوء ابو الاربعة لابو ال 25 وابو العشرة ملي امبير لل العفو 10 مليم لابو العشرة وابو ال 12 تقدر تشد لهم ابو العشرة وابو وبال 80 شد له 16 وبال 20 شد له 25 مللي. نعم، تكون تراعي هاي الظرف مالته. هسه نريد اغلب المشاكل اللي صارت عندكم ويا الزبائن من ناحيه الاعطال، يعني سبب الاعطال من تروحون على الصيانه وين تلقون الاعطال؟ يعني هل اهمال المواطن او خلل فني او توصيلات رديئه؟ يعني شنو اللي صارت عندكم بالصيانه حتى الناس ما توقع بهالمشاكل؟ اغلب الصيانه اللي بدنا نطلع عليها ونجي نشوفها النبات يصير تحميل على الجهاز اكثر من طاقته. نعم، ف تلقى البلاتينات اما تالفه. نعم، او احنا بالمختصر نسميها لاطشه في مكان لو على على لو الاسفل، فتخرج له فولتيه اعلى او متحول له الفولتيه اللي يشتغل بها الجهاز. نعم، هاي اغلب الاعطال. العطل الثاني اللي نشوفه عطب الباور سبلاي، هاي محوله خارجيه كم فولت؟ هاي 24 فولت. 24 فولت 5 امبير 2 امبير. ها، وتقدر تخلي 5 عادي ماكو ضرر؟ ماكو ضرر، بس إيه؟ تتحمل، بس ما هو الدائره هو بسيطه يعني الباور سبلاي ما ياخذ بس تشغيل الرليات بس للملفات والملف تشغيل الرليات والملفات. نعم، ملف والكارت. نعم، شاشه الكارت بس. نعم، يعني ما يستهلك وايد. بالمبدله والنوبات جوزه من الحمل الزايد، من الحمل الزايد او يتالفها هو من الحمل الزايد، هي تفصل. نعم، بس نوبات جماعه شو يسوي؟ متفصل عده يروح يستبدلها بتيار اعلى، وهذا غلط. طبعا هذا غلط، يعني هو الشركه من خلت هذا مثلا 50 امبير. هسه هاي مش قد مخليلها هذا 50 امبير. 50 وين الرقم بس حتى يشوفوا الناس؟ هذا سي دي 50. دي 50 معناته مخلينها أيه، متناسبه ويا الرافع. فجماعه النبات تلقي تفصل عده جوزه عده تيار بالسحب اعلى، فيروح يضطر يغيرها. لو هذا خطا، لو يشرتها يجوز. لو يشرتها فهذا بيئه مضار على الرليات وعلى خاصه على الملف. نعم، يصير تحميل عالي على الملف. اكو بعد عندك فد نقاط ما تطرقنا لها بالنسبه للاجهزه؟ والله احنا ننصح المواطن بها لانه يعني جهاز انتوا عندكم ضمان سنه بالجهاز مو؟ عندنا ضمان سنه كامله. نعم، من اول يوم للشراء لمده سنه، وحتى نبات نتجاوز السنه.
نعم. إذا أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر الصيانة على الشركة. نعم. نعم. مواد الشركة اللي موفرتها الشركة للصيانة، الرليات اللي هي الأصلية مالت الشركة. شنو نوعيتها؟ نوعية مكتوب عليها الحضارة. نعم. وهي 100 أمبير. وعندنا البور سبلايات. نعم. والمبدلات موجودة. والقواطع. يعني المواطن كل شيء يلقاه هنا. كل شيء موجود. والكارتات مال التشغيلية كلها موجودة. والأصلية مالت الشركة نفسها، ويقدر المواطن يطابق شكلها ومواصفاتها وياه. عاشت إيدك. نقدر نشوف الأدوات الاحتياطية اللي عندكم حتى يشوفها المواطن. شنو عندك أدوات احتياطية؟ نعم، المرة اللي أكثر شيوع واستعمال هو الريلي. ريلي هذا؟ أي هذا موجود الريلي. متوفر؟ نعم نعم. هذا الحضارة. نعم. هذا ريلي 100 أمبير. وعندنا الباور سبلاي اللي موفرته الشركة، هذا الباور سبلاي. وعندنا هذا 24 2 امبير، مو 2 امبير، 24 امبير كافي، 2 امبير تجي كافي. 24 دي سي. اي 24 دي سي 220. نعم. والكارت مالته؟ الكارت هذا نموذج، وهسه راح تجينا اكو بيعطال هواي كارت لو زين ما بيعطال. العطال مالته مقارنه بالريلي بور سبلاي يعني كلش قليله. كلش قليله. وبي كودات هو يطلع لك العطل بالكود. نعم. بالعلامات اللي موجوده هنا. نعم. المواطن نبات يتصل بينا يصور لنا الشاشه شو اللي بده يصير بها، وعلى ضوءها نحدد العطل. نعم. هو يتصل عن طريق مثلا شنو الاعطال اللي تصير، مثلا الرمز الفلاني او الفلاني. هو مثلا عنده خرجه كهرباء عاليه، هي ما يخرج الجهاز بس تظهر بالخرج، يوقفها لان هو بي جهاز حمايه، فتظهر عنده مثلا فولتي عاليه، نعرف انه مثلا الريلي واحد من الريليات لاطش، لو الاسفل لو الاعلى، وما يحول مرحله الهل شوي نصير بالبلاتين هذا؟ نوبات من التحميل الزايد. نعم. فيلطش أما على الأسفل أو أما على الأعلى. نعم. يعني الأعطال كلها تظهر لك بالكودات مال نعم. الجهاز. أو ما مثلا شاشة طافية. نعم. فنعرف أنه البور سبلاي ربما يعني عاطل. نعم. إذا قطع كلية الشاشة معناته معناته البور سبلاي المحولة هذه عاطلة. ماشي. نعم. صح. وعندنا الكارت عطلاته يعني بسيطه، انه ترانزستورات مالته نواه تشرت كل مرحله بي ترانزستور. نعم نعم. فعلى ضوءها نقدر نحدد العطل. عشت ايدك. والصيانه متوفره وين مكانكم انتوا هسه الصيانه؟ انا بالمقر الشركه بالعقد، والصيانه بالعقد يم جامعه بالتمن، جامع قرب جامعه بالتمن. نعم. قيصريه علي محتوق. نعم. معرض الوليد. عاشيدك. بنهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا على هذا التوضيح، وتحياتنا لكم وشكرا لكم. أهلا وسهلا أستاذ، شرفتنا. أهلا وسهلا. الله حفظك.